التظاهرات زيد يعني تتعمم في المنطقه وتكون في اجواء اخويه، وحتى اللي كنشكروا اللجنه المنظمه والناس الساهرين على المهرجان، كل المجرب تحيه من الصغير حتى الكبير، وكنتمنى من الناس المسؤولين يعطيو شويه الدعم لهذه الهوايه هذه اللي بصراحه مهمومه في هذه البلاد ديالنا. وكنبدا نشكر جميع الحضور اللي ساندنا، وجميع كنشكر الصحافه من الصحافه الى حتى الناس المسؤولين الكبار، وشكرا. التقييم ديالك لمستوى السباق من ناحيه المشاركه يعني من المشاركه في المستوى صراحه نظر المشاركه نظر الناس اللي مشاركين في مستوى التحسن، وكنتمنوا العام الجاي تكون احسن واحسن ان شاء الله. وبالنسبه يعني التقييم ديالك لهذا المهرجان هذا بحال المهرجان اللي كتنظم المسابقات السلوقي، التقييم ديالك مقارنه مع المهرجانات الاخرى؟ بصراحة في التفاجئ بهذا التقييم هذا في المستوى صراحة أول مشاركة لي فيه متمدين في المستوى، وكنتمنوا الآن الشيء يكون أحسن وأحسن. الحمد لله وهذا بفضل الله، الحمد لله فزنا بالسباق تاريخ، واليوم كتعاود تجدد تاني الفوز. يلا المقدمين وسط هاد الناس كنبغيو نشكروهم الناس المنطقة كاملة معاهم، الحمد لله رحنا غنيين عن التعريف وكيعرفونا الحمد لله جميع السيادة وجميع المولوعين، وشكرا لكم. وشنو كتقول هاد السيدة هاد الغزال هاد السلوك هذا اللي فاز بالسباق، شنو كتقول له؟ واش مناسبة السباق ديالو حيت هو ما كيهضرش بزاف في بلاصتو، وكتكون قلبها على قلب مولاها، إلا كان مولاها قلبه مزيان كتكون حتى هي مزيانة الحمد لله، ربي ما كيخيبش. غير واحد الرسالة اللي خصك توجهها، يعني دائما كنشوف جميع الملتقيات اللي كتبغي توجهها انتوما للناس المسؤولين خصوصا وزارة الفلاحة في الترخيص ديال الكلاب السلوكي. الترخيص هي كنبغي نوجه الناس المسؤولين التفتوا لهذا القطاع، هذا القطاع وهذا راه تراث، هذا راه تراث، تراث ديال جدادنا، ما كنطالبوش بشي حاجة، كنطالبوا بالتقنين ديالو، بغينا حتى حنا نخرجوا نصيدوه بوجهنا احمر، بغينا الرخصة، بغينا الناس صحاب هاد السلوقي قادرين يخلصوا، وقادرين تما اللي كيعملوا صحاب الصلاح يعملوا صحاب الصلاح.